الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. الدحل 66، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. والله كلام ما يعرف يقوله بشر أبدا أبدا. رجعت لكتب الطب البيطري بس عشان اللي يبقى صادق. قبل مثلا 70-80 سنة ما كانتش حد يعرف حاجة. لو تعرف ميكانيزم الحليب الخالص السائغ للشاربين ده بيجي لك ازاي، من اوسخ حتتين في البهيمة الفرس. عارفين الفرس اللي بيبقى في الكرش؟ الزبالة، المخلفات، الزبل اللي موجود. شوكاني مسميه الزبل، رجال تفسير شوكاني الزبل اللي في الكرش. والدم اوسخ حتتين في الزبيبة في الذبيح او في البهيمة بيجي منهم الايه؟ وعلى فكرة خالصا، يعني خالصا خالصا من رائحة الفرث او لون الدم. خالصا من ايه؟ رائحة الفرث ولون الايه؟ الدم. وطعمه عارف طعمه حلو ايه؟ سائغا. عارف سائغا دي ترجمتها في الطب؟ الطب البيطري سائغا اللي هو سكر لبن لاكتوز، دي اللي بيخليه سائغ. انت لسه بتفكر؟ انت قلبك انت فاكر اللي انا هقوله؟ لقاء الجماهير له آلية وله ميكانيزمية و ها؟ ما هو يقول لك عيش الفقي في الأنجومي لو شافوا الفرع عمي، والفرع يقدر ياخد لقمة من عيش ال طيب. نعم تفضل. في فرق بين الناصية والبصيرة؟ لا لا دي مالهاش علاقة خالص. لا 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 الناصية ديت هي مركز القيادة والتوجيه في الإنسان، مركز اتخاذ القرار. أنا بكرة أخش الامتحان ولا مش أخش؟ والبصيرة أنا بكرة. لا لا البصيرة دي حاجة تانية، ديت فيها الإيحاء وفيها القلب وفيها. طيب نيجي بقى إيه؟ من بين فرط ودم. وإن لكم في الأنعام لعبرة. ما هي الأنعام؟ لا مش كل البهايم. الأنعام ما هي الأنعام؟ البهايم والحمار بهيم. هيشرب لبن الحمار؟ ما هي الأنعام؟ ايوه هم ثلاثة، الإبل والأبقار والضأن اللي هو الغنم والمعز. دي الإبل دي الأنعام. حلو. إن لا وإن لكم في الأنعام لعبرة. عظة بقى سليمين يعتبر. ما تعرف الفسيولوجيا اللبن هيستخلص إزاي؟ نسقيكم من بطونه. المستشرقون قال لك الآية تركيبها لغة وغلط، لجاهلين باللغة ولجاهلين بالطب الاثنين. طب البطن نسقيكم من بطونه معنى الأنعام. ايه تبقى مؤنثة المفروض ايه؟ مؤنثة من بطونها. لا ده إعجاز، ده كلام خالق. والله مش مستشرق بيهبل عارف له كلمتين عربي وجاي يخطئ القرآن. لسه متعلم يكتب اسمه بالعربي امبارح بامبارح. ايوه ايوه والله. وخلي بالك نسقيكم بضم النون دي قراءة مين؟ قراءة حمير. نسقيكم قراءة قريش. دي قراءة بس المشهور قراءة حمير. نسقيكم بضم النون، نسقيكم من مما في بطونه. رجعت للتفسير فلقيت سيبويه له رأي، والزجاج له رأي، والكسائي له رأي.
سيبويه. ومن هو سيبويه؟ قال لك العرب كانوا بيعبروا عن الجمع احيانا بالواحد، فيبقى بطونه المفرد. والزجاج قال لك الجمع يعبر عنه بالتذكير وبالتأنيث، تقول هو الأنعام وهي الأنعام، فيجوز الضمير بالتذكير بطونه ويجوز بطونها. الكسائي كان أوضحهم جميعا، قال لك الضمير عايد على مما ذكر من بطونه، أي بطون ما ذكر، من بطونه بطون إيه ما ذكر، وده شاع في القرآن الكريم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، مع أن الشمس مش مذكرة، المفروض هذه ها ما فيش رب، لا هذا هذا ربي، قال هذا ربي. طب واحد يقول لي ليه الشمس مؤنثة وليه القمر مذكر؟ مش بتقول هذا القمر ولا هذه القمر؟ هذا القمر. طب والشمس بتقول هذه الشمس. طب ليه الشمس تجري لمستقر لها؟ طبعا شمس الشاموسة اللي هي اصلا بتمد القمر بالضياء. شوف دقة القرآن الكريم، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ما الفرق بين الضياء والنور؟ الله يفتح عليك، ممتازين شطار. شرابه كان قال الفرق بين الضياء والنور، كلاهما نور، ولكن الضياء نور مصحوب بحرارة، أما النور هو نور بغير إيه؟ حرارة. وشوف دقة القرآن، والذي جعل الشمس ضياء، نسب الضياء للشمس، ليه؟ لأنها نجم، والنور القمر لأنه إيه؟ كوكب. وما الفرق بين النجم والكوكب؟ النجم مضيء بذاته، والكوكب مستضاء بغيره. طيب، يشكركم مما في بطونه. بس مين العقل للسماء؟ حاضر حاضر، يا مثبت العقل يا رب. من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين. شوف وتامل وتدبر، الحليب اللي انت بتروح تجيبه ده الكيدي دي دول المراعي، لو تعرف جه ازاي وربك عمله ازاي، زي ما قلنا اتفقنا من اوسخ حتتين في البهيمه الفرث والايه والدم، بيمر باربع عمليات اساسيه: المضغه والهضم والاستخلاص والتصنيع. ولذلك طيب المضغ، بيجي الحيوان ياكل العلف، علف اخضر زي البرسيم او الذره الصغيره اللي بيسموها عندنا في البلد الدراويه، يخفوا الذره ويقدموه للبهايم، ده علف اخضر، او الكسب والتب ده علف جاف، يمضغ وينزل عليه انزيم الاميليز، وبعدين يروح باعت البلع الغذائيه الى الكرش بتاعه مباشره، يتم عليها شويه هضم تاني، وبعدين الحيوان يكترها ويرجعها تاني الفم، يعني من الفم الى الكرش وبالكرش الى ليه الفم، وبعدين المره اللي بعد كده من الفم الى المعده الحقيقيه. كم معده للجمل؟ بس مين يزود شبره، مين يزود؟ على فكره الزرافه لها اربع معدات، الزرافه لها اربع معدات، كان عندي صوره بس ما جبتهاش. المهم فيحصل ايه بقى في المعده الحقيقيه؟ في انواع عديده من الهضم، في هضم ميكانيكي اللي بيحصل الفم او حركي، وفي هضم خمائري بالانزيمات، وفي هضم كيميائي بالمواد الكيميائيه الاخرى. فبيروح المعده الحقيقيه يتم ايه؟ يتم هضمه بانزيمات معينه، انزيم البيبسين والتريبسين، شيء من هذا القبيل، وبعدين ينتقل الى الامعاء الدقيقه. في الامعاء الدقيقه تعال بقى المعجزه، عماله مهد للمعجزه الكبرى اللي هتصدمك وتشوف عظمه ربنا سبحانه وتعالى. خلاص في الامعاء الدقيقه
بتفرز عليه عصارات من ثلاث حاجات، لما الدقيقه نفسها والبنكرياس والعصاره الصفراء اللي جايه من الكبد، بتفككه، تفكك الجزيئات الكبيره الى جزيئات الكذب والحاجات دي والبرسيب الى جزيئات ايه صغيره. فالسكريات هترجع لاصلها عباره عن سكريات بسيطه، بدل ما كانت معقده تبقى بسيطه. والبروتينات ترجع احماض امينيه او حاجه بيسموها بيبتيدات. كويس. هنا بقى الفرث يتحول من صلب الى حاجه يعني سيمي صلب كده، حاجه يعني زي الصابون ده شبه سائل او شبه صلب، يعني الفرث نفسه. وبعدين يجي بقى من بين فرث تيجي الخملات اللي موجوده في الامعاء الدقيقه للحيوان. انتوا عارفين القطيفه بتاعت الستات، القطيفه مش بتمشي ايدك كده في خملات، هي دي بالظبط الفيلاي، دي هي الخملات اللي موجوده في الغشاء المبطن الامعاء الدقيقه لاي حيوان. تيجي عند الفرس زباله وبلاوي وقرف، تاخد خمس مكونات بتاعت اللبن وما تغلطش، تاخد ذره بالقذره اللي موجوده فيه، ايش عرفه، تاخد الاحماض الامينيه بس والاحماض الدهنيه بس وسكر الجلوكوز والجلاكتوز بس وال ها فلترز. مع ان ايه كل مطلب الفرس ده في 100,000 حاجه في بلاوي، مين اللي قالها؟ انا عاوز اسمع اجابه بجد والله. هي معموله عشان تاخد حاجه معينه. الله يفتح. ومين اللي عملها؟ الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا هداها صح، الذي اعطى كل شيء خلقه ثم ايه هدى. هي بتعمل كده بهدايه ربها، تاخد خمس مكونات بس، البروتينات والسكريات والدهون والاجسام المضاده، وهو لبن خمس مكونات زي ما قلت، البروتينات والدهون والسكريات والاجسام المضاده وتحبيشه، انا مسميها تحبيشه لانها متحبيشه من خمس حاجات، ميه واملاح وفيتامينات كرات دم بيضاء وايونات، تحبيشه كده. وبعدين تروح الدم، مين بقى اللي بيمتص المكونات برضو من الدم؟ الدم فيه مليان فيه حاجات وبلازما وكرات دم حمراء وبتاع، الحلمات اللي موجوده في ضرع الحيوان برضو ما تاخدش غير الايه الخمسه. هل يحصل وتاخد كرات دم حمراء وينزل دم في اللبن؟ مستحيل. ليه؟ أيوة والله، هذه في موقعها يا مولانا بالضبط، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى الأعلى، نعم. وبعدين هنا بقى المعجزة دي كلها تمهيد، كل ده يروح فين؟ في الضرع. الضرع إذا وصفته بأنه مصنع يبقى أنت ظلمته. مدينة صناعية، لان انا شفت التشريح بتاعه في كتب الطب البيطري، في 1000 مصنع ضرع الحيوان، في ايه 1000 مصنع، وكل مصنع عنده وحدات وكل واحده مختص. ايه ده ايه القدره دي بجد والله. انا بتخيل ضرع الحيوان مدينه صناعيه زي مثلا ايه العاشر من رمضان، حتى العاشر من رمضان ما فيهاش 1000 مصنع. ايه اللي يحصل بقى؟ زي سبحان بقى. طب ما تخليهاش صليبخات، لازم سبحان. ما احنا قلنا الصليبخات وسبحان هما ايه؟ سبحان الصناعيه، لا منطقه والله؟ مش المقبره. مش طيب. الدرع مؤلف من الاف الفصوص، كل فص من فصيصات، تصغير فص ايه؟ فصيص، وجمع فصيص ايه؟ فصيصات. وكل فصيص فيه 200 حيصله مجهريه، والحيصله تركيبها تحت الميكروسكوب عباره عن كيس بطانه ولها تجويف، تقوم تاخد المكونات الخمسه وتقطر الحليب في الكيس، وتقطر الحليب ايه؟ في الكيس. وبعدين ينضم له بقى من مصنع تاني، ينضم له البروتينات، راحت في مصنع تاني في ريبوسومات، الريبوسومات دي معروفه لكل الطلاب اللي عارفين علوم ان دي بتخلق البروتين فتعمل بروتين. وبعدين
تصب قطيرات البروتين فين؟ في الكيس. وبعدين مصنع تاني للدهون، مصنع تاني للسكريات، مصنع، وكل بقدر معلوم. وتكون اللبن خالصا من رائحة الفرث ومن لون الدم، وما فيش كرية واحدة من الزبالة الموجودة في الفرث ولا كرية واحدة من كرات الدم الايه الحمراء. واشتركت وتآزرت في هذه العملية ثلاث أجهزة في الحيوان: الجهاز الهضمي، الجهاز الدوري، الجهاز التناسلي، ومثلا في الغدد اللبنية الموجودة في ضرع الايه الحيوان. ما رأيكم؟ جزاك الله خير. الله يخليكم. مستمعي الكرام، عندنا الكثير، ولكن على موعد الجمعة القادمة نكمل يعني. لا والله ما وعدش يا فضيلة الشيخ كمال. لكن تفضل. حضرتك قلت ان العقل والقلب والفؤاد دول متناسقون. يعني في اول لما حضرتك قلت معنى كلمة انسان، قلت هو ذات موجود داخل البدن، وذات مكون من اربع حاجات: الروح والنفس والعقل والفؤاد. الفؤاد، اصل الفؤاد هو ايه؟ الفؤاد هو حاجة غير طبعا في الذات، يعني غير مادية. هو مجمع الذكريات والتجارب في الإنسان. وإزاي الطفل الصغير لسه مولود ما عندوش فؤاد؟ الطفل الصغير لسه مولود عمره شهور ما عندوش فؤاد. ما عندوش فؤاد. لا، ما عندوش خبرات ولا ذكريات ولا. على أي حال، بجد لا يسعني في نهاية هذا اللقاء الطيب المثمر المبارك إن شاء الله. أسئلة كثيرة، أسئلة كثيرة. ويعلقك وما بيجاوبش. لا، ده في بقى الحتة أبو 50 هتمشي أبو 50 دينار ده لمين؟ بجد بقى، بجد والله أقول ولا باش؟ أسبوع الجاي إن شاء الله. ما الفرق بين الجمال والإبل؟ أقول قولي هذا لا يسعني في نهاية هذا اللقاء مستمعي الكرام إلا أن أحييكم وأشكركم ونلتقي دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة. الله يخليك. أهلا وسهلا. السلام عليكم.